هلا هلا، مساء الاوردر اللي موصيته من تركيا من زمان صراحة على الشقة الجديدة مالتنا. اختاريت بعض الشغلات الحلوة من شركة الاتيكيت الذهبي، وصلوا لي اياها بصراحة، محافظين على الغراض، طريقة التغليف رائعة. بس تعالوا انا وياكم، ما اتحمل اراويكم يا من الان، انتقل اشوفكم هسه شنو الشغلات اللي انا طلبتها واختاريتها. شوفوا ايش قد شغلاتهم جميلة. يلا تعالوا شوفوا، أني حتى ما تنخبط الألوان عليكم والدخون، أحب أراويكم قطعة قطعة. هذه كلش حلوة، هاي حخليها للمطبخ أصلا ولا لها علاقة بالشقة، فهذه كلش حلوة. ما أدري إذا عادية عندكم جمال هاي الكوابة. شوفوا الجمال، دب دب، هاي وتورة. شوفوا الجمال، كلش حبيتهم، وصيت عليهم، دورت عليهم بغداد ما لقيتهم. والله شكلي ما راح اخشي للشقه، ابشركم حبقيهم لهذا المطبخ، رغم عندي صيانه بالبيت ودا اشيل وانتقل واحول، بس باعوا الجمال. ياي الكياتة، حبيتهم. واكو بعد خاشوقه هنا، اكيد ناي اخذتها، اكيد ما تقبل غلط، كلش حبيتهم. شوفوا هذا الدبدوب الحلو، شوفوا كلش عجبتني اللوحات صراحه. شوفوا اني حبقيهم بالكرتون مالهم، هم وغراضهم، فهد هو يشكلهم ويتكفل بهم، أنا ما أعرف، فمن أخليهم بالشقة راح أراويكم الثانية. جميلة والله، باعوا لي هاي القطعة الجميلة عمري. طبعا أنا فهد من يطلع كل شي ما أعرف، كل شي ما أعرف بالكهربائيات. تجي هذه وياها تتعلق هنا فوق وتصير على شكل إنارة، بس تجنن جنن، كلش حبيتها. طبعا شفتها عندهم بالبيج وطلبتها، طلعت احلى بالحقيقة على فكرة، كلش حلوة. انقذنا ابو ناي بعد تسوي لنا اياها. شوفوا الالوان هواية، لون 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 لون، حلاتها كلش حبيتها اني، كلش حبيتها كيوت. تخيلوا هاي الانارة فوق هي لازمتها، يا روحي